هذا الفيلم مواتر جدا. ها؟ معلن ماذا؟ ما هذا؟ توقف، هذا فشاري. طافح الكيل، أمسكت بك. ها؟ تخلصي منها، تخلصي منها، تخلصي منها. أوه، واو، نحن في تحدٍ. هذا مشوق. حان الوقت لنبدأ. أوه، سألعب باليدين. سألعب بيد واحدة. حاضر، أظن أنهم يريدون منا ضغطه. يبدو ذلك، لا أحتاج إلى يدين حتى. ليس إن كان بإمكاني إيقافك. أيها الذئب، قد تبقى القليل. رقيبي، يد واحدة أفضل. ماذا يحدث؟ لا أعلم، لكني أشعر بالخوف. إنها عاصفة رعدية. ها؟ هل أسقطت ثلجا علينا للتو؟ ليس ثلجاً، بل مقلة عين. ماذا؟ المزيد من القلع الهلامية على شكل مقلة عين. عاصفة مقلع عين. ما الذي يفترض بنا فعله؟ العاصفة تنقشع. والآن لدي طبق من الحلوى الهلامية على شكل مقلع عين. لا أمانع تذوقها، أحب الحلوى الهلامية. فاكهة لذيذة في المنتصف. لذيذة جداً. انظروا إلى كل هذه اللذات اللذيذة. أتعلمين؟ لدي فكرة. انظروا. أجل، حلوى هلامية، ستذوقها باليدين بالطبع. من يحتاج إلى اليدين؟ تفقدي مقلة عيني أنفي، أليست مضحكة؟ واو، كيتي تصيبيني. آسفة بشأن ذلك. لدي فكرة رائعة، أحتاج إلى المزيد من مقل العين. انتبهي، ها هي تأتي. جولي، أنا في مرمى نيران. حسناً، حافظ على مساحتي لأتفادى المقل. حان وقت حركة الفائقة من ذا ماتريكس. تفقد هذا. مستحيل، أنت مذهلة جداً. بالطبع أنا كذلك، لكنني فعلت ذلك لأنك كنت تفسقين مقل العين. حسناً، وقت التحدي التالي. أجل، حصلت على يد أخرى هذه المرة. حسناً، يد واحدة. انظروا، برجر. ينبغي أن يكون البرجر سهل تناولي باليدين. المزاح ممنوع، ينتابني شعور جيد بشأن يد الواحدة أيضاً. يبدو جيداً جداً، وأنا جائعة جداً لأصدقكم القول. هيا هيا هيا، يمكنك فعلها يا جولي. حسناً، ها أنا ذا، إلى معدتي أيها البرجر. أجل، هكذا تماماً، إنك تنجحين. لذيذ جداً، كان ذلك ما احتجت إليه تماماً. واو، لقد ابتلعته سريعاً. حسناً، دوري. مرحباً أيها البرجر. كيف يفترض بي أكله؟ مشاهدة جولي أربكتني فحسب. ربما إن أدرته هكذا. لا يمكنني فهم هذا، وأشعر بالإحباط الآن. ها نحن ذا، أخرجت قطعة الخرس أخيراً من بين أسناني. ها؟ عدسة مكبرة، هل يمكنني استعارتها؟ أظن أن لدي فكرة عن كيفية التعامل مع هذا البرجر. العدسة المكبرة هي مفتاح الحل الذي أحتاج إليه. تدا، فمي أكبر الآن، سأكل البرجر في قضمة واحدة. واو، لقد أثرت إعجابي حقاً. I am super lucky. أوبس، آسفة بشأن ذلك. ماذا؟ إنني مغطاة بالطعام الآن. لهذا لا يفترض بك تحدث وفمك مملوء بالطعام. أجل، آسفة بشأن هذا. ماذا؟ هذا سيء، لماذا ينقصني دائما يد أو اثنين؟ بوة الصودا، بإمكاني فعلها بيد واحدة. حسناً، أعلم بالتأكيد أن بإمكاني التعامل معها بيدين. تدا، لم يكن الأمر صعباً، حتى اليدان تجعلني كل شيء سهلاً. تفقد هذا. الصودا مفتوحة وجاهزة للاحتساء. أتعلمين؟ سأجعل هذا فاخراً أكثر. سأصبها في كأس مارتيني زجاجي فاخر. انظروا إلى كل هذا الفوران. ستكون رائعة ومنعشة، وسأنهي تقديم هذا بقطعة ليمون. ها نحن ذا، أنا جاهزة للاحتساء. يا للهول، إن تجعل الأمر يبدو جيداً وسيروي العطش. لكنني أعني، أرى أنك لاحظت قبعتي ونظارتي شمسية. حسناً، الأفضل لي بالطبع. لا يهم، أظن أن علي فتح بوتي. يمكنك فعلها يا جولي، لا تدعي تفوز عليك. أيتها الذئب، يمكنك مساعدتي في هذا. ربما يمكنني فتحها بأسناني. سنتي. مهلا، لدي فكرة، أحتاج للمحاولة بأسناني مجددا. أمسكت بها، والآن سأعوضها بأقوى ما يمكن. والآن أحتاج إلى فتحها. أجل، لقد فعلتها. ما هذا؟ إنني مغطاة بالصودا. مرحى، تسنى لي احتساؤها أخيرا. جولي، إنني مبتلة تماما بالصودا خاصتك. حسنا، آسفة بشأن ذلك، على ما أعتقد. لا يهم، اشرب الصودا خاصتك. وقت التحدي التالي. مجددا، متى أحصل على الفرصة؟ بطاطس مقلية، متحمس جدا إنها
طعامي المفضل. ستكون زالة الأكل بيد واحدة. لا أمانع أكله. أم نم 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 نم. لذيذة، حان الوقت لواحدة أخرى. سأكل من قبضتي منها. بطاطس مقلية. آخر كمية ادخلي إلى فمي. لذيذة، أفضل تحدي على الإطلاق. لدي يدان، سيكون هذا سهلا. أمسكت أول قطعة بطاطس مقلية. سأطويها الآن إلى النصف وأضعها في فمي هكذا. سهلة ولذيذة، والآن سأخذ قطعتين. انظروا، هناك طبول. أنا أمزح فحسب، حان وقت أكل هذه أيضا. إنه أفضل يوم في حياتي، أحب البطاطس المقلية. واو، ما الذي تفعله هناك؟ لدي شارب. كيف حالك؟ أمزح، سأكلها. لماذا تستغرقين وقتا طويلا في أكلها؟ أعدي يدك ولا أمانع أن تبرد قليلا. الآن أعذريني، إنه أفضل وقت لنظارات الشمس. النظارات على شكل قلب، لدي رسالة خاصة لك بالبطاطس المقلية. أجل، نجح الأمر. أنت والبطاطس المقلية تحباني؟ أحبكما أيضا. حسنا، ينتابني شعور جيد. لا أظن ذلك، إنني أعود للخلف الآن. لطيف، حصلت كل من على زجاجة رضاعة للأطفال. زجاجة رضاعة لطيفة جدا، أتفق معك. مرحبا يا زجاجة الرضاعة الصغيرة. ها أنا سأجرب بيدي الواحدة. يبدو هذا لذيذا جدا. واو، لذيذ، عليك تجربة خاصتك. سأجرب، لا يجب أن يكون هذا صعبا. سأحاول فعله بفمي. ليس الأمر وكأن الرضع يستخدمون أيديهم، لكنني افترضت أن أباءهم يستخدمون يدهم نيابة عن الرضع. من الصعب مشاهدة هذا، دعيني أساعدك. درجة الحرارة مذاقه جيد، لذا أظن أنه جيد. يا طفلتي جولي، دعي أمك تضع المريلة عليك. مريلة؟ ماذا يحدث الآن؟ تحتاجين إلى قبعة صغيرة لتبقيك دافئة. تعلمين أني لست راضية، أليس كذلك؟ ما زلت جولي فحسب. يبدو أنك مستعدة. أنت تغرقينني، تغرقين رضيعة جولي. واو، أوبس، دعيني أنظفك. سأجففك، ها نحن ذا، وكأنك جديدة تماما. أشعر أنني صغيرة، هل يتوهج وجهي؟ أنت تفعلين شيئا ما. الزجاجة هي السبب؟ لنفعل هذا. كلا، كنت أستخدم يدي طوال الوقت. مارشميلو، طبق مملوء لكل منا. لا أحتاج يدين لأكلها. أمسكت بها، لذيذة ومطاطية. أحتاج إلى واحدة أخرى بالتأكيد، وواحدة أخرى، وربما المزيد. لا أكتفي منها، إنها طرية جدا، والنكهة مذهلة تماما. القطعة الأخيرة. لقد أكلت كل ما لدي. أجل، يؤسفني ذلك. حان الوقت لأكل خاصتي، وسأستخدم عصا خشبية. تبدو هذه جيدة. متحمسة جدا. علي أن أعطس. يا إلهي، والآن فرصتي. أظن أنه كان علي تناول دواء الحساسية. ماذا حدث للمارشميلو؟ كانت على عصاي. لا يهم، لدي المزيد لأضعها على العصا وأتناولها. نحن ذا، أخيرا. من أطفأ الأنوار؟ انقطعت الكهرباء؟ لا يمكنني رؤية شيء. يمكنني؟ عادت الأضواء، يا لها من راحة. مستحيل، اختفى المارشميلو مجددا. أجل، يا لو من لغز مأساوي حقا. شيء مريب يحدث هنا. سأجرب قطعة حلزونية هذه المرة. لدي مكالمة. مرحبا شيريل، كيف الحال؟ إنها تلوح بها في وجهي، ولا أتحمل ذلك. أنت لم تختفي إطلاقا، بل كنت تأكلينها. سأتصل بك لاحقا يا شيريل. حان الوقت لإيقاف المشكلة من مصدرها. أقول، هذا ليس عدلا. كل الأفعال عادلة في التحديات، وانسوا أمر العصا الخشبية. سأستخدم يدا واحدة كما هو مسموح لي. كنت محقة، إنها رائعة. كيف تفتح عبوة الصودا بيد واحدة؟ أخبرنا في التعليقات.
ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك والإعجاب والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة كهذا الفيديو.